القصة هي قصة الحياة السياسية. إنها الثالثة بعد الظهر بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل وفي العناوين. كله بيتحملوا المسؤولية من كبير لصغير لمقمط بالسرير يعني. النفايات عادت لتتكدس في شوارع العاصمة بعد توقف عمال سكلين عن العمل خوفا على مصيرهم. المندسون في تظاهرات رياض الصلح يشوهون الحركة الشعبية، والأمانة العامة للرابع عشر من آذار تؤكد أنها لن تسمح بإدخال لبنان في المجهول. المعارضة السورية تحرر بلدات عدة في سهل الغاب، وطيران النظام يلقي عشرات البراميل المتفجرة على الزبداني. وفي النشرة تتابعون أيضا في الاقتصاد، اختراعات تظهر لأول مرة في معرض ماكس للطيران الدولي. وفي الرياضة عودة المشاغب بالوتيلي إلى أي سي ميلان الإيطالي. أهلا بكم. عادت النفايات لتتكدس في شوارع العاصمة، وهذه المرة بعد توقف عمال سكلين عن العمل خوفا على مصيرهم المجهول. وفي وقت تغيب فيه الحلول الجذرية لأزمة النفايات، تستمر الاتصالات السياسية لإنجاح جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا على وقع محاصرتها شعبيا من قبل المتظاهرين المستمرين في تحركاتهم، وسياسيا من قبل فريق التعطيل. وقد زاد هذا الأخير على أجندته رفض تمرير المرسيم 70 التي لم يوقعها أمس بسبب انسحابه من الجلسة. البداية من المشهد المقزز الذي عاد إلى بيروت. عادت، لم نلحق أن نشتاق إلى رؤيتها ولا إلى الرائحة التي تفوح منها، ولكن التلال عادت وبسرعة، وقريبا ستعود الجبال، ربما لتذكرنا بأن الأزمة التي نعيشها ستتكرر إذا لم تحل من جذورها. شوارع بيروت مع كل فشل في التوصل إلى حل تشهد على جريمة حقيقية بحق كل مواطن لبناني. كله بيتحملوا المسؤولية من كبير لصغير لمقمط بالسرير يعني. يتحركوا يعملوا شيها يعني، عيب عيب، مش منطقي يعني. احنا كنا عم نضحك على العالم الثانية اللي متأخرة، بصير هيك بهالبلد؟ احنا لازم نحسبها لهي الطبقة الحاكمة، لأنه بسببها عم بصير هيك. الله يهديهم، أكثر من هيك ما فينا نقول. الله يهدي هيك زعماء. والله ما بعرف، داية، أنا كمان داية. عمال شركة سكلين الذين اعتصموا وامتنعوا عن لم النفايات خوفا على مصيرهم بعد فض عروض المناقصات الأخيرة، وإن كانت ألغيت في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، يقولون بأنهم لن يبادروا إلى الكنس وإزالة النفايات قبل حصولهم على تطمينات مؤكدة بأنهم سيحصلون على حقوقهم كاملة عندما تتوقف سكلين عن العمل. وفي إطار المعالجات المرحلية لأزمة النفايات، أصدر محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل تعميما طلب بموجبه من اللقاء المقامين الإعازة إلى البلديات واتحاد البلديات كل ضمن نطاقه إبلاغ المصانع والمعامل والمخازن والمحال التجارية والوحدات السكنية ضرورة التقيد بآلية فرز النفايات من المصدر وفقا للآلية التالية: النفايات العضوية وفضلات الطعام في مستوعب واحد، الورق والمحارم والكرتون والجرائد في مستوعب واحد، والزجاج والبلاستيك والمعادن في مستوعب واحد. عاد الهدوء إلى ساحة رياض الصلح بعد ليلة حافلة بالمواجهات بين المعتصمين والقوى الأمنية، وحملة بدنا نحاسبكم أعلنت أنها سترفع دعوا على كل من اعتدى على المتظاهرين، وجددت دعوتها إلى الاعتصام عند الساعة 6 مساء. بعد ساعات على المواجهات التي شهدتها ساحة رياض الصلح بين المتظاهرين والقوى الأمنية، عقدت حملة بدنا نحاسبكم مؤتمرا صحفيا في الساحة، تحدث خلاله أحد الشباب الذي تعرض للضرب على يد القوى الأمنية. كان هناك محاولات لرد المتظاهرين عن قوى الأمن الداخلي، وأنا من الأشخاص، وأنا قيادي في اتحاد شباب ديمقراطي اللبناني وأحد منسقي حملة بدنا نحاسب، ونحن نعمل على التنسيق مع كافة الحملات من أجل هذه التظاهرات. كنت أؤكد
دائما لقوى الأمن الداخلي بأني جزء من التنظيم فلا تعتدوا عليه، وأنا أحاول أن أحمي المتظاهرين وأن أقف حاجزا بينكم وبينهم كي لا يصبح هناك اعتداءات. طلع تقريبا 60% من الموقوفين، في بعض 3-4 شباب مفقودين ما عم نقدر نعرف وينهم، بلاقي سياراتهم بعدها موجودة هون وتليفوناتهم مسكرة، وفي شباب موقوفين بسكنة الحلو. حضرة مفوض الحكومة المساعد عطى إشارة اليوم بإبقاء موقوفين للساعة 5 بعد الظهر ليعطاهم إشارة تانية، وهيدي إذا بتدل على شيء هي محاولة ضغط على التحرك الساعة 6 بعشية، إنه إذا بده يستمر التحرك بده يصير في أي ضغط أي شيء، في إن كان قصة حشد جماهير أو أي شيء، هو الشباب حيضلوا موقوفين. المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية أدت إلى أضرار بخيام أهالي العسكريين المخطوفين الذين يفترشون الساحة منذ أكثر من سنة، وهو الأمر الذي أثار استياء الأهالي. بكل غصة وبكل جرحة وبكل وجع بدي أقول نحن صلنا سنة وشهر موجودين بهيدي الساحة، جبلناها بدموعنا، خيامنا تكسرت وكانت ثمن دفعناه نحن كأهالي عسكريين ما كان إلا ذنب فيه. هيدي الخيام نحن فتحناها، غسلنا هيدي الساحة وحصاتها بدموع أمياتهم لهودي العسكريين، غسلناها بوجعنا وبكينا على دم علي البزال وعلي السيد وعباس مدلج وعلي العلي، فكانت مأساة إنه هيدي الخيام يصير فيها اللي صار. أعمال إزالة الجدار العازل الذي وضع قبل يومين مستمرة، فيما تتحضر الساحة لاعتصام جديد عند الساعة 6 والذي أصبح موعدا يوميا للتجمع والتظاهر. ومن الرياض الصلح توجه المعتصمون إلى ثكنة الحلو من أجل الضغط للإفراج عن باقي المحتجزين الذين أوقفوا إثر المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية. وكانت ساحة رياض الصلح قد شهدت أعمال شغب ليلية أمس أيضا، هذا الواقع دفع البعض إلى دعوة المنظمين للتعاون مع الأمنيين بهدف محاسبة المندسين المشاغبين. التقرير لربيع شنطاف. لم يكتفي المندسون الذين باتوا يتواجدون بكل تظاهرة في رياض الصلح بالإساءة إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بل أساءوا إلى الرئيس الشهيد رياض الصلح من خلال رسومات صهيونية على تمثاله، بعدما كانوا قبل ذلك قد وضعوا على رأس التمثال سطلا. بقناع وبغير قناع يظهر هؤلاء الذين يشوهون تظاهرات يشارك فيها مواطنون من مختلف المناطق والطوائف بشكل حضاري، يفعلون فعلتهم ولا يرتدع بعضهم بكل أريحية عن شرب النرجيلة وسط الشغب. هذه المظاهر تكررت في الساعات الماضية، فتظاهرة الثلاثاء بدأت سلمية قبل أن يندس فيها المخربون وتتحول إلى فوضى. عناصر القوى الأمنية ومكافحة الشغب التي كانت بأعداد قليلة في الساحة بداية اضطرت لتكثيف تواجدها بعد أن رمى المخربون القناني والحجارة باتجاهها، كما أشعلوا المفرقعات النارية الكبيرة ورموها بوجهها، ما أثار حالة من الرعب في صفوف المواطنين وما دفع الأمنيين إلى ملاحقة المشاغبين الذين مددوا شغبهم فكسروا بعض واجهات المحال في الوسط التجاري. باختصار باتت الصورة على الشكل التالي: مواطنون يريدون رفع الصوت ضد الظلم الذي يطالهم، وقوى أمنية تريد حماية السلميين وملاحقة المخربين. ولعل هذه الصورة خير معبر عن تحالف المواطنين مع إخوانهم الأمنيين. رفض رئيس مجلس النواب نبيه بره اتهام حركة أمل بأعمال الشغب التي رافقت التظاهرات، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات هي في سياق خطة مرسومة للنيل من الحركة. وقال بري في لقاء الأربعاء النيابي إن الوقائع والمجريات أثبتت أن هذه الاتهامات هي تزوير للحقيقة، ففي اليوم الأول اتهمونا بإطلاق النار على المتظاهرين وفي اليوم الثاني على رجال الأمن. أضاف بري: من حق الناس في ظل الأوضاع التي نحن فيها وواقع عمل المؤسسات الدستورية أن ترفع صوتها للتظاهر، وهذا حق يكفله الدستور. من ناحية أخرى كشف النواب أن بري يقوم بمبادرة لمعالجة أزمة المراسيم 70 التي لم يوقعها الوزراء المنسحبون من جلسة الأمس. وفي هذا السياق قال نائب علي فياض إن العمل جار على رفع هذه المراسيم إلى هؤلاء الوزراء لدراستها والتوقيع على ما هو ضروري ومرح منها. الأمانة العامة لقوى 14 من أذار تخوفت من أعمال الشغب وقالت إنها لن تسمح أن يدخل لبنان بالمجهول من قبل أحزاب وسرايا وحشود لا علاقة لها بالمطالب المحقة بل بحسابات إقليمية.
جددت الأمانة العامة لقوى 14 من آذار دعم أي حراك مطلبي سلمي يخضع للقوانين اللبنانية ولا يخرج عن سلميته. الأمانة العامة وبعد اجتماعها الأسبوعي اعتبرت أن خارطة الطريق لحل جميع الأزمات الموجودة في البلد تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يصار بعدها إلى تأليف حكومة جديدة والدعوة إلى انتخابات تشريعية. وبالتالي لا يمكن أن تكون 14 أذار بكل أحزابها وبكل شخصياتها المشاركة في الحكومة والغير المشاركة في الحكومة أن تكون مكتوفة الأيدي أمام انقلاب موصوف. المطالبة برفع النفايات من بيروت ومن القرى محق، المطالبة بحل أزمة النفايات محق، الحركة المطلبية محقة. هناك تقصير نعم للحكومة لحل هذا الموضوع، إنما التقصير من قبل الحكومة لا يعني قطع رأس ما تبقى من الشرعية اللبنانية، لا يعني الإطاحة بالحكومة، ولن نسمح أن يدخل لبنان باتجاه المجهول من قبل أحزاب وقوى وسرايا وحشود شعبية عم تتحرك لأسباب ما لها علاقة لا بالنفايات ولا لها علاقة بالأزمة القائمة ولا علاقة بحسابات إقليمية وبحسابات فوق لبنانية. هذا هو المطلب الحقيقي ل14 أذار. نعلن ونؤكد بوضوح بأننا سنقف سدا منيعا إلى جانب الشرعية اللبنانية، سنقف سدا منيعا منعا لإسقاط هذه الحكومة بالشارع وأن لا يدخل لبنان بالمجهول. سعيد كشف عن وجود اتصالات مكثفة داخل قوى 14 من آذار للعمل على إيجاد الحلول لأزمة النفايات. موضوع نفايات أيضا حضر في الاجتماع بين الرئيس تمام سلام ونواب البقاع الغربي، وقد أكد باسمهم النائب زياد القادري أن موضوع نفايات يطال كافة شرائح الشعب اللبناني، لافتا إلى أن أصل الأزمة السياسية هو تعطيل المؤسسات الدستورية. وفد نواب البقاع الغربي الذي ضم أمين وهبي وجمال الجراح وزياد القادري أكد الدعم الكامل لمواقف رئيس الحكومة تمام سلام خلال زيارته السراي الحكومي. الوفد اعتبر أن أصل الأزمة السياسية ليس النفايات بل الفراغ في موقع الرئاسة نتيجة تعطيل حزب الله والتيار الوطني الحر لجلسات الانتخاب. ذهاب الحكومة هو مش الحل في ظل غياب رئيس، ذهاب الحكومة بفوتنا بفوضى سياسية ودستورية وأزمة وطنية ما بنعرف كيف تنحل، وبالتالي أكيد دعمنا مواقفه وأشدنا بحكمته وبوطنيته وأبدينا الدعم الكامل لاستمرارية عمل مجلس وزراء لكي يتخذ القرارات اللي لها علاقة بمصلحة الناس وبإدارة شؤون البلد. الرئيس سلام استقبل الوزيرين نبيل دفريج وأليس شابطيني، ومن زوار السراي رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دار المانديس وسفيري تركيا واليونان لمناسبة إنهاء مهامهما الدبلوماسية. على فيسبوك أنشئت صفحة تحت عنوان جيل عون، وهي تضم محازبين ومنتسبين ومناصرين للتيار الوطني الحر، ولكن تحت الشعار الذي ترفعه معارضة هذا التيار، وقد تداعى ناشطون وقياديون وحزبيون ومناصرون لعقد لقاء يعبر عن رفضهم التوريث ويؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الداخلية في التيار الوطني الحر. أعلنت قيادة الجيش أنه يوم أمس وخلال قيام دورية تابعة للمؤسسة العسكرية بدهم أماكن مطلوبين للعدالة في محلة حزين بعلبك، تعرضت لإطلاق نار من قبل المدعو علي موسى الضيقة وعدد من المسلحين، فردت الدورية على مصادر النيران بالمثل مما أدى إلى مقتل المدعو الضيقة وهو مطلوب بجرم إطلاق نار من أسلحة حربية، وتم خلال العملية إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي ومواطنين بجروح. قضائيا أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم 4 قرارات اتهامية في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية وقتل ومحاولة قتل عسكريين، وحال المتهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة، والمتهمون هم السوري الموقوف أحمد حمزي واللبنانيون الموقوفون معتز سراج وشاكر الشهال ونبيل سكاف. في النشرة بعد الفاصل، القوات السعودية تتوغل في صعدة لوقف قذائف الحوثيين. أهلا بكم من جديد. سيطرت فصائل المعارضة السورية على الباب الرئيس لمطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب وعلى بلدات عدة في سهل الغاب بريف حماة، ومع استمرار الاشتباكات في الزبداني ألقى الطيران الحربي 16 برميلا متفجرا على المدينة منذ ساعات الصباح الأولى.
التصادم النوعي أحرزته المعارضة السورية في مناطق في سهل الغاب في ريف حماة الغربي، حيث تمكن جيش الفتح من استعادة السيطرة على بلدات المنصورة وتل واسط وحاجز التنمية والمشيك، وتدمير دبابة وعربة لقوات النظام بعد استهدافهما بصاروخين موجهين. كما تقدم جيش الفتح شمالي بلدة الزيارة ودمر دبابتين لشبيحة النظام ومدفعا، وقتل عدد من كتائب الأسد في البلدة. وبعد أيام من غارات جوية مكثفة شنت طائرات النظام تزامنا مع هجوم بري على المعارضة في المدينة، باغت الثوار كتائب الأسد التي كانت تحشد قواتها من أجل السيطرة على بلدة القرخور، في حين لم تتمكن غارات النظام من إيقاف تقدم المعارضة نحو بلدة الزيارة. في المقابل ألقى طيران النظام المروحي حاويات متفجرة على قريتي القرقور وقليلين في سهل الغاب، بينما تعرضت قرية العزيزية لقصف مدفعي. وفي ريف إدلب تدور اشتباكات عنيفة بين جبهة النصرة وكتائب الأسد عند البوابة الرئيسية لمطار أبو الظهور العسكري، تخللها قصف كثيف على المطار تمهيدا لاقتحامه من قبل قوات المعارضة. وفيما شن الطيران الحربي الأسدي عدة غارات على مناطق في العاصمة السورية وريفها، لا سيما مدينة عربين، نفى ناشطون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الزبداني والذي أشيع أنه سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة 6 من صباح الأربعاء. وفيما قصفت كتائب الأسد المدينة بأكثر من 16 برميلا متفجرا منذ ساعات الصباح، تدور اشتباكات عنيفة بين الثوار من جهة وكتائب الأسد المدعومة من عناصر حزب الله من جهة أخرى على محور الحارة الغربية، وسط معلومات عن وقوع عدد من القتلى من عناصر حزب الله وأن لا تقدم لقوات النظام حتى الآن. سقط قتيلان جديدان لحزب الله في سوريا هما يوسف عماد محسن وحسن حسين عواضة، وكلاهما من الجنوب. كما سقط قتيل للحزب السوري القومي الاجتماعي في جب الأحمر في ريف اللاذقية هو رعد حسين مسلماني من جديدة الفاكهة في البقاع. قال رئيس النظام بشار الأسد إن العلاقة مع السيد حسن نصر الله وثيقة وعمرها أكثر من 20 عاما. أضاف: توحيد البندقية بيننا وبين حزب الله في لبنان يوصلنا إلى نتائج أفضل. الأسد وفي حديث إلى قناة المنارة اعتبر أن أي انتخابات بإشراف دولي تعتبر تدخلا في الشؤون السورية، كما اتهم الدول بالانغماس بسفك الدماء السورية واضعا نفسه في نفس الخندق مع مصر في الحرب على الإرهاب. وعن العلاقة السورية الإيرانية اعتبر الأسد أن قوة إيران ستنعكس قوة لسوريا، وأن انتصار سوريا سينعكس انتصارا لإيران. رئيس النظام السوري اتهم الولايات المتحدة بممارسة سياسة الغدر والتخلي عن الأصدقاء على عكس روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن تركيا باتت جاهزة من الناحية التقنية للمشاركة في الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك إن الأمر قد يستغرق بضعة أيام لوضع الآليات التقنية التي ستسمح للمقاتلات التركية بشن غارات. من جهة ثانية أوضح البنتاغون أن المفاوضات بين واشنطن وأنقرة بشأن ضبط الحدود التركية السورية لا تزال مستمرة، مشددا على أنها لا تشمل إقامة منطقة حظر جوي في سوريا. في العراق بدأت قوات مشتركة من البشمركة ومكافحة الإرهاب عملية واسعة لتحرير 4 قرى في قضاء دقوق التابع لمحافظة كركوك من تنظيم داعش الإرهابي. هجوم جديد شنته قوات البشمركة الكردية لاستعادة قرى بقضاء دقوق من تنظيم داعش في محافظة كركوك العراقية تحت غطاء جوي من التحالف الدولي، الذي استبق الهجوم البري بشن سلسلة غارات جوية على مواقع المتشددين الذين يسيطرون على عدة بلدات وقرى في محافظة كركوك. من ناحية ثانية قالت مصادر عسكرية عراقية أن 24 من القوات الحكومية قتلوا وأصيب نحو 30 في هجمات واشتباكات مع تنظيم الدولة بمحيط حي الملعب جنوب شرقي الرمادي والسجارية شرقها. يأتي ذلك في وقت وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي معركة قوات بلاده ضد داعش في مدينة بيجي بالمهمة جدا، وقال إنها ستحدد مصير وجود التنظيم في العراق. وفيما تسعى القوات العراقية وعناصر الحشد الشعبي لاستعادة السيطرة الكاملة على بيجي، الأمر الذي سيساعدهم في الزحف شمالا صوب الموصل التي يسيطر عليها التنظيم، قال العبادي في حديث مع قادة عسكريين أثناء زيارة إلى محافظة صلاح الدين أن معركة السيطرة على بيجي ومصفاتها النفطية وهي
الأكبر في العراق هي معركة حاسمة ضد التنظيم. من جانب آخر، تظاهر موظفو المهن الصحية بمحافظة البصرة العراقية احتجاجا على تردي أوضاع المؤسسات الصحية، كما خرج متظاهرون في النجف احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، مهددين بنقل احتجاجاتهم إلى بغداد. حض رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أحزاب المعارضة على الانضمام إلى حكومة مؤقتة تتولى قيادة البلاد لحين تنظيم انتخابات جديدة. وتدخل تركيا مرحلة انتقالية بعد الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية بسبب عدم توفر أرضية مشتركة للأحزاب الممثلة في البرلمان، وأصبحت الآن تسير نحو انتخابات برلمانية مبكرة بشكل رسمي. حشد التحالف العربي قوات تابعة له في مطار عدن الدولي وفي مطار صافر في محافظة مأرب، فيما توغلت قوة سعودية داخل محافظة صعدة لوقف إطلاق القذائف من قبل الميليشيات الحوثية باتجاه محافظة جازان. ضمن عملية إعادة الأمل التي تشنها قوات التحالف العربي والاحتواء تداعيات انتهاكات المتمردين الحوثيين في المحافظات الجنوبية اليمنية المحررة، وصلت إلى مطار عدن الدولي قوة عسكرية سعودية تضم 100 جندي مدعومين بآليات منها كاسحات ألغام. وفي هذا الإطار بدأت فرق نزع الألغام عمليات مسح للكشف عن الألغام التي زرعها المتمردون في عدن وغيرها من المدن. أما على الحدود فقد اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخ سكود أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة جازان، فيما توغلت قوة عسكرية سعودية داخل محافظة صعدة اليمنية لكيلومترات عدة بهدف وقف إطلاق القذائف من قبل الميليشيات الحوثية. كذلك وصلت إلى مطار صافر العسكري في محافظة مأرب 8 مروحيات أباتشي تابعة للتحالف العربي، وذلك بعد أيام على وصول قوة عسكرية برية كبيرة للمشاركة في عمليات تحرير العاصمة صنعاء من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وهو ما دفع بالمقاومة الشعبية للدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه مأرب. على جبهة تعز قصف طيران التحالف معسكر الدفاع الساحلي ومنطقة المحجر في المخا، حيث تم تدمير مخازن ضخمة للأسلحة والأليات العسكرية في وقت تواصل المقاومة الشعبية تقدمها في المدينة، خصوصا على جبهة ثعبات العسكري حيث تدور مواجهات دامية سقط في خلالها عدد كبير من الانقلابيين. الاشتباكات في تعز سجلت كذلك في محيط القصر الرئاسي وجبل حبشي ومنطقة الربيع، في حين تستكمل الميليشيات قصفها الممنهج للمنازل السكنية والمراكز الصحية والحيوية. تبنى الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي عملية قتل رقيبي شرطة مصريين وسط مدينة العريش. ونشرت حسابات موالية للتنظيم على تويتر صور العملية معلنة قتل الشرطيين وسرقة أسلحتهما. وكان مصدر أمني مصري قد قال إن مسلحين ملثمين أطلقوا النار على رقيبي شرطة أثناء توجههما إلى مقر عملهما، مما أدى إلى مقتل هذين المسلحين بعد إصابتهما بطلقات نارية بالرأس والصدر. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في موسكو على دور مصر المحوري في أمن منطقة الشرق الأوسط. أما السيسي فلفت إلى أهمية تعاون البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. لا تقتصر زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثانية لموسكو هذا العام على متابعة فعاليات معرض ماكس الدولي للطيران والفضاء، ذلك أن سلسلة لقاءات ومحادثات اقتصادية وتجارية وسياسية يجريها السيسي على مدى الأيام الثلاث التي يقضيها في العاصمة الروسية مع كبار المسؤولين المحليين وعلى رأسهم نظيره فلاديمير بوتين. ومن المتوقع أن تركز محادثات السيسي بوتين على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ولسيما في ليبيا وسوريا، وعلى أفاق تسوية النزاع في هذه المنطقة المشتعلة، خصوصا وأن مصر تعد شريكا هاما لروسيا فيما يخص المساعي الدولية لتوحيد صفوف المعارضة السورية تمهيدا لإطلاق مفاوضات شاملة مع نظام الأسد. كما من المتوقع أن تركز المحادثات على مسائل التصدي للإرهاب الدولي في ظل تأكيد موسكو على دعمها لجهود مصر في هذا المسار ومحاولة بوتين تشكيل تحالف واسع لمواجهة تنظيم داعش
داعش الإرهابي. وبالإضافة إلى القضايا الدولية، سيبحث الرئيسان مجمل العلاقات الروسية المصرية بما في ذلك في المجالين التجاري والاقتصادي. في هذا السياق، لم يستبعد مصدر قريب من المشاورات الروسية المصرية أن يتم اليوم التوقيع على اتفاقية بين الحكومتين لتشييد محطة كهروذرية في مصر. اتهم القضاء الفرنسي الشاب المغربي أيوب الخزاني الذي أطلق النار في قطار تاليس أثناء رحلة بين أمستردام وباريس، اتهمه بشن هجوم متعمد كان ليؤدي في حال نجاحه إلى مجزرة، وأمر بوضعه في الحبس الاحتياطي. واعتبر النائب العام فرانسوا مولان في قراره الاتهامي أن التبريرات التي ساقها المهاجم لنفي التهم الموجهة إليه هي تبريرات خيالية، مضيفا أن التحقيق سيستكمل لاكتشاف مصدر الأسلحة ومسار المتهم والمساهمات التآمرية التي استفاد منها. أعلن حلف شمال الأطلسي مقتل 2 من جنوده برصاص رجلين في هجوم استهدف قاعدة عسكرية جنوب غرب أفغانستان. وقالت بعثة الحلف في بيان إن الرجلين اللذين كانا يرتديان بزة الجيش الأفغاني أطلقا النار على آلية لجنود الناتو في قاعدة للجيش الأفغاني في ولاية هلمند معقل حركة طالبان. أعلنت الحكومة اليابانية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قدم اعتذارات إلى اليابان بعد معلومات نشرها موقع ويكيليكس تفيد بأن واشنطن تجسست على سياسيين يابانيين. وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية إن أوباما أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي قال لأوباما إنه إذا كان الأشخاص المذكورون قد تعرضوا لنشاطات من هذا النوع فإن ذلك يمكن أن يضر بعلاقات الثقة بين البلدين الحليفين. على الهواء مباشرة وأمام مئات آلاف المشاهدين، أقدم المرشح الرئاسي الأمريكي الملياردير دونالد ترامب على طرد الصحفي المكسيكي الشهير جورج راموس من مؤتمره الصحفي. بدأ الأمر حين وقف راموس ليطرح سؤالا فنهره ترامب طالبا منه الجلوس لأنه غير مدعو إلى المؤتمر، لكن راموس تبع سؤاله فتجاهله ترامب قبل أن يعود ويأمر بإخراج الإعلامي الذي اختارته مجلة تايم الأمريكية هذا العام من بين 100 مؤثر وصانع للرأي العام. في النشرة بعد الفاصل، الأونروا تتخوف من النزوح من عين الحلوة. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها. النفايات عادت لتتكدس في شوارع العاصمة بعد توقف عمال سكلين عن العمل خوفا على مصيرهم. المندسون في تظاهرات رياض الصلح يشوهون الحركة الشعبية، والأمانة العامة للرابع عشر من آذار تؤكد أنها لن تسمح بإدخال لبنان في المجهول. المعارضة السورية تحرر بلدات عدة في سهل الغاب، وطيران النظام يلقي عشرات البراميل المتفجرة على الزبداني. ادعى مفوض الحكومة المعاون القاضي داني الزعني على الموقوف أحمد الأسير بإنشاء خلايا إرهابية في مناطق عدة في صيدا، والتخطيط باغتيال شخصيات سياسية ودينية وتحريض على الاعتداء على المؤسسة العسكرية، وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول. أعلن المتحدث باسم الأونروا كريس جينيس أن الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة لها تأثير خطير على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، على الرغم من أن وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ، وقال أن الوضع لا يزال هشا للغاية. أضاف جينيس في بيان إن هذه الاشتباكات قد شردت ما لا يقل عن 3000 شخص. في إطار الحركة المعيشية المطلبية، نفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي اعتصاما أمام وزارة التربية مطالبين بحقوقهم، وفي مقدمها إلغاء المباراة المفتوحة. مرة جديدة، أساتذة التعليم الثانوي المتعاقدون في الشارع، عدد منهم اعتصم أمام وزارة التربية تحت عنوان المظالم المتراكمة بحسب ما أكدوا، مطالبين بالبدء بإعداد مشروع قانون بإعطاء المتعاقدين في كل المراحل حقهم في الاستشفاء والطبابة وبدل النقل، والحفاظ على عقود جميع المتعاقدين للعام الدراسي المقبل. وفي مقدمة المطالب إلغاء المباراة المفتوحة التي وصفوها بالمجحفة. إلغاء المباراة المفتوحة فورا، والتعويض عنها بفتح كلية تربية علمية حديثة، وإدخال
كافة المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي. أيضا نطالبهم بالعقود الجديدة للمتعاقدين، نطالبهم بدفع مستحقات جميع المتعاقدين. نحن لا نشحذ أيها السادة الوزراء، نعم أنتم تعرفون هؤلاء المتعاقدون الثانويون وغيرهم في الأساسي والمهني والإجرائي والجدد، محرومون من كل ما يمس الحياة الشريفة بصلة. كنا ولا زلنا نرفع أصواتنا للسادة الوزراء وللسادة النواب اعتصاما وراء اعتصام ومؤتمرا وراء مؤتمر، لكن للأسف لا آذان صاغية، مشغولون بصفقاتهم، صفقات الزبالة والنفايات. الأساتذة سلموا بعد ذلك مذكرة بالمطالب للرئيس نبيه بري وتابعوا سيرهم باتجاه وسط بيروت حيث انضموا للمعتصمين هناك. وصلت غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لاستماع إلى الاستجواب المضاد لفرق الدفاع لخبير الاتصالات البريطاني جون أدوارد فيليبس الذي أجاب على أسئلة فريق الدفاع عن المتهم صبرا. الخبير البريطاني تحدث عن الأبراج الخلوية في عدد من المناطق المرتبطة بالجريمة والعوامل الجغرافية وغيرها من العوامل المؤثرة في جودة عملها ونطاقات تغطيتها، شارحا بالتفصيل عددا من الصور التي تحدد أنظمة عمل الأبراج في لبنان وتغطية الشركتين المشغلتين للخلوي وأدائهما في حال تداخل الاتصالات. كرم محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أبناء شهداء الجيش اللبناني الذين تنظم لهم مؤسسة الشهيد المغوار صبح العقوري مخيما ترفيهيا في قاعدة الرياق الجوية. وأقام خضر على شرفهم مأدبة غداء بحضور عدد من الضباط والأهالي، مؤكدا أن تضحيات شهداء الجيش اللبناني شرف على رأس كل مواطن لبناني. في بلدية قبلياس في البقاع الأوسط انطلقت فعالية مهرجان المغتربين السادس عشر الذي تقيمه البلدية بحضور حشد سياسي وشعبي واسع تقدمه منسق عام تيار المستقبل في البقاع الأوسط أيوب قزعون، ممثلا أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري والنائب شون جنجانيا والوزير السابق سليم وردي، إضافة إلى فعاليات المنطقة. الحفل استهله الفنان إحسان صادق بأوبريت شعب واحد، كما قدمت الأوركسترا الكلاسيكية لقوى الأمن الداخلي معزوفات فنية مميزة أذهلت الحاضرين. يذكر أن المهرجان مستمر حتى نهاية الشهر الحالي. النشرة بعد الفاصل. مزيد من الشيكات المرتجعة بسبب الوضع الاقتصادي. الآن الصفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب، تفضل باسل. شكرا منير، أهلا بكم. أدى استمرار الأزمة السياسية والأمنية والتراجع الاقتصادي في لبنان إلى ازدياد قيمة الشيكات المرتجعة لدى المصارف اللبنانية على صعيد شهري وسنوي أيضا، وزاد حجم الشيكات المرتجعة حتى حزيران من العام الحالي إلى 139 مليون دولار أمريكي، ارتفاعا من 122 مليون دولار في أيار، وزيادة أيضا عن شهر حزيران من العام الماضي إلى 115 مليون دولار حتى منتصف العام الماضي. وزاد عدد الشيكات المرتجعة في النصف الأول من العام 2015 بنسبة 10.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود سبب هذه الزيادة بالشيكات المرتجعة إلى الأوضاع الاقتصادية المتراجعة وتراجع حجم الاستثمارات والأعمال الجديدة وغياب السياح والوضع السياسي والأمني المستمر. عاودت أسواق الأسهم الصينية الهبوط حيث فشل إجراء تحفيز قوي من جانب البنك المركزي الصيني في إقناع المستثمرين بقدرة بيجينغ على انتشال ثاني أكبر اقتصاد في العالم سريعا من حال التباطؤ. وقام بنك الشعب الصيني أي البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع وتخفيف القيود المفروضة على الإقراض المصرفي بعد هبوط الأسهم نحو 25% في ما يربو على الأسبوع بقليل. وقال محللون إن حذر المستثمرين غير مفهوم حيث أن الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية تكون محدودة الأثر على الاستهلاك في بلد يميل سكانه للادخار أو الاستثمار إذن في بلد يميل سكانه للادخار أو الاستثمار
وليس القطاع الخاص. وزادت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بعد أن انكمش نشاط المصانع بأسرع وتيرة في نحو 6 أعوام ونصف، وبعد أن قام البنك المركزي الصيني بتخفيض قيمة الوان بشكل مفاجئ في وقت سابق هذا الشهر. قلص الدولار مكاسبه أمام الين واليورو بعد نزول الأسواق في الصين والأسواق في أوروبا أيضا، رغم إجراءات التيسير التي اتخذتها بيجينغ مع قلق معظم المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي. وقال محللون إن موجة البيع التي شهدتها الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة ساهمت في ارتفاع حدة التقلبات كثيرا، ولم يتضح بعد ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي في أمريكا البنك المركزي سيقدم على تجديد سياسته النقدية. علاوة على ذلك، تزداد ضبابية توقعات الاقتصاد الصيني أكثر من أي وقت مضى، وارتفع اليورو لفترة وجيزة مسجلا دولار 15.15، وتلقى اليورو والين دعما بعدما أدت الاضطرابات الحالية في الأسواق إلى تصفية المراكز في عمليات بيع المستثمرين أو باع المستثمرون فيها العملة ذات العائد المنخفض لشراء أصول أو عملات عالية المخاطر لجني عوائد أعلى. لكن حين تزيد التقلبات وتتعرض الأسواق المالية لضغوط تتم تصفية هذه الصفقات. تسبب حريق نشب في موقف للطائرات بشل حركة الطيران في مطار دبلن الدولي في إيرلندا، وأعلنت سلطات المطار أن كافة رحلات الإقلاع والهبوط تم إيقافها مؤقتا، مشيرة إلى أن الحريق اندلع في جزء منفصل عن المطار ويبعد عن كافة المباني الخاصة بالركاب. وأوضحت أن قوات الإطفاء التابعة للمطار وقوات إطفاء أخرى من دبلن تحاول السيطرة على الحريق. شارك عدد من قادة العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بافتتاح معرض ماكس الدولي للطيران والفضاء في ضواحي العاصمة الروسية موسكو في دورته 12 بحضور رؤساء الدول الأجنبية وممثلين عسكريين وسياسيين واقتصاديين وتجاريين لمختلف دول العالم، وفيما تعمل شركات تصنيع الطائرات على جذب المشترين واقتناص أكبر عدد من الصفقات. تعرض شركات الطيران الروسي أبرز وأحدث ما عندها من طائرات وتكنولوجيا الطيران الحديثة، إلى جانب أبرز المنتجات والتكنولوجيا في هذا المجال للشركات العالمية مثل بوينغ وأيرباص ورولز رويس وغيرها. ويتضمن المعرض طائرات تاريخية مثل طائرة ركاب أسرع من الصوت وطائرات تعود إلى الحرب العالمية الثانية. وسيشارك العديد من الشركات الروسية في المعرض، إلى جانب 156 شركة أجنبية من 30 دولة بينها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، رغم ظروف العقوبات التي تمارسها واشنطن والاتحاد الأوروبي على روسيا. ويركز معرض ماكس 2015 على المروحيات الروسية ذات الشهرة العالمية، خصوصا أنها السلاح الأكثر استخداما في الحرب على الإرهاب في مختلف أنحاء العالم، وهناك اختراعات تظهر لأول مرة في المعرض. كشف استطلاع للرأي أجراه موقع Perfect Choice Funerals لترتيب الجنازات أن موضة صور السيلفي أصبحت في كل مكان الآن، معبرا عن دهشته من عدد الذين يلتقطون تلك الصور أثناء حضور الجنازات التي من المفترض أن تكون وقتا يتذكر فيه الإنسان من توفى ويعمل على تخفيف آلام أسرته. وبالتالي يبدو نشر صور سيلفي للحصول على تعاطف أمر غير ملائم ويعكس تغيرا كبيرا في مجتمع أصبحت تسيطر عليه التكنولوجيا. ويكشف استطلاع للرأي أجراه موقع Perfect Choice Funerals أن أكثر من ثلث المعزين الذين يحضرون جنازات في بريطانيا يحرصون على التقاط صور السيلفي أثناء الجنازة ونشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول بعضهم إن السبب في ذلك هو لتذكر اليوم. وذكرت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أن معظم الذين لا يجدون أي حرج في التقاط صور سيلفي خلال الجنازات، و 36% منهم ينشرونها لحشد التعاطف، بينما قال 17% فقط إنهم يفعلون ذلك لتكريم المتوفى. هذا كل شيء في الاقتصاد، إلى اللقاء. شكرا باسل. وبعد الفاصل في الرياضة، كريم بنزيما باق مع ريال مدريد الإسباني. والصفحة الرياضية مع صبحي، تفضل صبحي. شكرا منير. مرحبا مشاهدينا، نبلش الأخبار الرياضية من كرة القدم الأوروبية، وبمنتصف الأسبوع بيكون في كتير أخبار على الانتقالات، حيث خضع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتالي للفحص الطبي بنادي اي سي ميلان الإيطالي
تمهيدا لعودته إلى صفوف الفريق بعد إعارة إلى ليفربول الإنجليزي لمدة موسم واحد. ورددت وسائل الإعلام أنه ميلان اتفق على التكفل بنحو ثلاث ارباع الراتب أو ثلث راتب اللاعب يلي انضم إلى ليفربول بالعام الماضي، لكنه قدم موسم متواضع لم يسجل خلاله سوى هدف وحيد بالدوري الإنجليزي الممتاز. وكان بالوتالي قد لعب لميلان لمدة موسم ونصف الموسم قبل ما ينتقل إلى ليفربول. ميلان بدأ مشواره هالموسم للدوري الإيطالي الكالتشيو بالهزيمة أمام فيورنتينا 2-0 نهار الأحد بأولى مبارياته تحت قيادة المدرب الفني الجديد ميهايلوفيتش. أكد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما على استمراره بصفوف الفريق الملكي، هالشي كان بتغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكتب اللاعب الفرنسي أنه إلى هؤلاء المهرجين الذين يريدوا أن يصدقوا أمور أنا هنا في منزلي، تحيا مدريد. وبأوروبا كمان أعرب رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو عن أمله باستمرار المهاجم نيمار دي سيلفا مع النادي الكتالوني حتى نهاية مسيرته الاحترافية، وأبدى ثقته بفوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية هالموسم. وقال رئيس برشلونة لإذاعة كاتالونيا أنه واثق من فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية الخامسة هالموسم، وقال يبدو أنه ليونيل ميسي رح يفوز بجميع الجوائز الفردية هذا العام، وأنا أتمنى التوفيق للمهاجم بيدرو رودريغاز مع تشيلسي وأتوقع عودته إلى برشلونة مرة أخرى يوما ما. أكدت وسائل إعلام روسية أنه نادي أرسنال الإنجليزي على وشك التوقيع مع المهاجم الروسي ألكساندر كوكورين، وأشارت هالمصادر إلى أنه الإعلان الرسمي رح يتم قريبا رغم أنه كوكورين ارتبط بالانتقال إلى أندية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وزينت سان بيترسبورغ الروسي. وأكد بدور وكيل اللاعب ألكساندر كوكورين أنه عم يتفاوض مع أحد الأندية الإنجليزية من أجل إتمام الصفقة، لكنه رفض التطرق إلى ذكر اسم نادي أرسنال. وبخبر غير مصور أشارت مجلة فوربس العالمية بعددها الصادر بالشرق الأوسط إلى أن نادي النجمة اللبناني بيحتل المركز 19 ما بين 30 أقوى نادي بالعالم العربي. هيدا مركز متقدم جدا على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة يلي بيعيشها لبنان. بالمقابل نادي الزمالك المصري هو بالمركز الأول وغريم التقليدي الأهلي بالمركز الرابع. شكرا لكم وإلى اللقاء. وفي ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. كله بيتحملوا المسؤولية من الكبير لصغير لمقمط بالسرير يعني. النفايات عادت للتكدس في شوارع العاصمة بعد توقف عمال سكلين عن العمل خوفا على مصيرهم. المندسون في تظاهرات رياض الصلح يشوهون الحركة الشعبية، والأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار تؤكد أنها لن تسمح بإدخال لبنان في المجهول. المعارضة السورية تحرر بلدات عدة في سهل الغاب، وطيران نظام يلقي عشرات البراميل المتفجرة على الزبداني. في الاقتصاد اختراعات تظهر لأول مرة في معرض ماكس للطيران الدولي. وفي الرياضة عودة المشاغب بالوتيلي إلى أي سي ميلان الإيطالي. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء إن شاء الله. القصة هي قصة.